الحلقة دي من أهم الحلقات اللي أنا سجلتها، إذا ما كانتش أهم حلقة على الإطلاق. هتكلم معاكو عن بعض المواضيع الحساسة، وهتطرق معاكو إلى بعض المواضيع اللي بعض الناس فاكر إن أنا بتجنب الكلام عنها. حلقة دسمة مليانة معلومات، بالذات بالنسبة اللي بيفكر إن هو ياخد نفس خطوتنا، خطوة الهجرة. هاتوا بقى فنجان قهوة ولا كوباية شاي، خليكم صحصحين معايا، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم حبايبي وأهلي وناسي. ليكوا وحشة كبيرة قد الدنيا دي كلها، وألف مليون مرحب بيكم. طبعاً قبل ما أخوض في أي مواضيع مهمة، حابة أني أتقدم بالاعتذار ليكوا عن الغيبة الطويلة دي وعن تقصيري معاكم هنا في القناة. أبرز الأسباب هتعرفوها إن شاء الله في الحلقة دي، ولكن أتمنى من كل قلبي أن تكونوا في أتم صحة وأفضل حال وفي ستر وعافية يا رب العالمين. فكرة الهجرة أو حلم الهجرة أصبح واقع ملموس بالنسبة لأسر كتير في اللحظة اللي أنا أتكلم معاكم فيها دي دلوقتي. ناس كتير، أسر كتير مندفعين أو بيندفعوا اتجاه الهجرة، ولأنه الخطوة دي كبيرة وخطوة ما يحسش بيها وبحجمها غير اللي مقبل عليها أو اللي أخدها بالفعل، فالناس بتلجأ لبعضها وبيحاولوا إن هم يلاقوا أسرة شبيهة، ناس سبقوهم في اتخاذ الخطوة عشان يعني يستفيدوا من تجاربهم مثلا. ففي آخر المطاف كتير من الناس المحترمة دي بيلجأوا للأمل فقيرة إلى الله اللي قدامكم، لأنه قناتي أول ما فتحتها وشاركتكم مشواري كان أول فيديو وتاني فيديو عن كان الخط كده، خط الهجرة، إن إحنا أسرة مكونة من كذا فرد وسبنا السويد وهجرنا على المغرب خوفا على أولادنا من الضياع وخوفا عليهم من الانحلال، وآدي مشوارنا وشاركونا المشوار، وإنه الناس تلجأ لي ده شيء يشرفني. ولكن المشكلة لما الناس، مش كل الناس لكن بعض الناس، يتعاملوا معايا ومع قناتي على إنها المفترض إن أنا كل شوية يبقى فيه أحداث جديدة، أحداث جديدة وخلاص. اللي عايز أقوله أنه أنا لما قلت لكم في البداية خالص أنه إن أنا هشارككم هجرتنا، أنا كنت فعلا مخلصة معاكم في الكلمتين دول وصدقة معاكم، ولكن لأني صدقة معاكم مش هقدر أن أنا كل شوية أتصنع أحداث ما بتحصلش، أو بشارككم مشوار كده خالي من المشاكل وخالي من التحديات بل من الابتلاءات. لأنه بالعكس، لو الهجرة دي فعلا صدقة وفعلا فعلا فعلا الهجرة دي لله سبحانه وتعالى، خوفا على دين أسرة وخوفا على دين أولاد قبل ما تكون أي مصالح دنيوية، أكيد يبقى فيه توفيق، دي قناعتي، وأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيبقى معايا طول الخط. ولكن كمان أكيد هيبقى فيه اختبار للنية وللصدق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فلازم طبعا الطريق ده هيبقى مليان تحديات، وتحديات إما إن هي هتخوفك فتلاقي نفسك بتتراجع وبتقول مع نفسك إيه الخطوة اللي ما يعلم بها اللي ربنا اللي أنا أقبلت عليها، إيه اللي أنا هببته في نفسي وفي أسرتي ده. أو هتبقى تحديات فيها تربية النفس، تنمية قدراتك العقلية، تنمية قدرتك على الصمود أمام التحديات، وإنك تبقى في وسط المعمعة كده، في وسط مشكلة كبيرة وعندك قدرة مش عند أغلب الناس إن أنت تشوف الحلول. يعني فعلا لو هلخص الابتلاءات اللي عدت علينا، وهتكلم عن بعضها عشان يعني الناس ما تقوليش دي بتتكلمي على العايم وما بتخشيش في... هخش يا جماعة هخش، لكن لو هلخص الابتلاءات اللي عدت علينا هقول إن هي عاملة زي الضربات القوية في القلب، تقعد يعني الابتلاء ورا التاني والتحدي ورا التاني، يضرب 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 في القلب لغاية ما يخرج الدنيا من قلبك غصبا عنك. فتلاقي نفسك غصبا عنك لما يجي الابتلاء، لما تيجي المصيبة حتى، تلاقي نفسك مش عارف تتعامل معها بالأسلوب الخاطئ اللي كنت بتتعامل مع الابتلاءات والمشاكل بيها قبل كده. كان ممكن مثلا مشكلة اقتصادية تهزني، ترعبني، تخليني ما نمش، وعد عيط بيني وبين نفسي وقول يا ربي طب المصيبة دي هطلع منها ازاي، طب هحل المشكلة دي ازاي، طب الدين ده هتخلص منه ازاي، طب الناس دول هحل المشكلة الفلانية. دلوقتي سبحان الله بعد كل اللي عدى من جمال الابتلاءات، فعلا انا حاسة ان انا في هدوء كده، طمأنينة، حاسة انه فعلا الابتلاءات تعاملي معاها بشكل ملحوظ جدا مختلف تماما عن تعاملي مع الابتلاءات قبل كده. فده ملخص، معرفش قلتها كده ببساطة لكن ده ملخص
ملخص إحساسي اتجاه الابتلاءات الجميلة اللي عدت علينا صلى الله سبحانه وتعالى واللي لسه والله العظيم يعني عايشينها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا، لأنها بتمر زي السحابة ما بتمر، لكن المهم أنه يبقى الأجر والواحد يبقى أقوى وأقوى وأقوى بعد كل ابتلاء من الابتلاءات دي أو بعد كل تحدي. أكبر التحديات اللي واجهتنا بعد الهجرة، أو بمعنى أصح قبل الهجرة، يعني قبل ما نسافر، بمجرد ما بدأنا نحن نخطط أن احنا خلاص هنسافر وهنسيب البلد اللي احنا يعني عايشين فيها اللي هي السويد، وهنسيب بيتنا وهنسيب عفشنا وهنسيب كل حاجتنا، اللي هنلحق نبيعه هنبيعه، واللي مش هنلحق نبيعه هنسيبه. أول ما أخذنا الخطوة دي أو قررنا القرار ده، كان من أبرز الابتلاءات أو التحديات الاقتصاد، وهي دي أصلا أكبر نقطة، ما كانتش بصراحة النقطة الوحيدة اللي الناس بتتخوف من الهجرة بسببها. يعني أنت لو معاك ملايين، حاسس أن أسرتك وأولادك في ضياع في البلد اللي أنت فيها، بلد أوروبية مثلا، وخايف على أسرتك وأولادك، مش هيهمك، مش هيفرق معاك، هتختار البلد اللي أنت شايف منتهى الأريحية كده على فنجان قهوة، طب يلا نجرب البلد الفلانية نشوف، هتسافر ما أنت فلوسك موجودة، مفيش أي مشكلة، تأجر تشتري تقعد شهر تقعد سنة، تجرب في تجارة مشروع ينفع ما ينفعش. لكن اللي بيخوف الناس من الخطوة دي هي النقطة الاقتصادية، خصوصا لما تكون الأسرة اللي مقبلة على الهجرة عندها دخل، حتى لو ما كانش دخل كبير، لكن على الأقل يعني أسرة مستورة، غالبا بيكون على الأقل شخص واحد، يعني الأب أو الأم أو الاثنين بيشتغلوا، بيبقى في دخل إلى حد ما ثابت. يعني الحياة سيرة، المستشفيات ببلاش، المدارس ببلاش، فأغلب الأمور الاجتماعية دي مش محتاجين يحملوا همها، لكن إن هم يفكروا في الهجرة فجأة ويسيبوا الأمان ده، طبعا بيبقى تحدي، أو يعني في ابتلاء للنية قبل ما تتحرك من مكانك أساسا. أنا دايما أستخدم عبارة إن احنا بدأنا من الصفر، لكن العبارة دي كمان في حالتنا احنا مش صح، لأنه اللي بيبدأ من الصفر ده غير اللي بيبدأ وهو تحت الصفر. احنا لما جينا المغرب كنا تحت الصفر اقتصاديا، بمعنى إن احنا جايين المغرب بديون، احنا already واخدين ديون يعني لغاية هنا عشان نقدر ناخد الخطوة دي. طيب اتدينتوا ليه وإيه لازمتها؟ والله أنا قلت قبل كده احنا هاجرنا بشكل مفاجئ، ما كانتش حاجة مثلا احنا كنا بنخطط لها بقالنا كام سنة قبلها، الفكرة كانت موجودة، لكن الظروف الاقتصادية ما كانتش تسمح ان احنا نحوش على جنب، او ان احنا نحوش، او ان احنا زي بعض الناس ينزلوا البلد اللي هما بيفكروا الاستقرار فيها مستقبلا، فمثلا كل صيف ينزلوا يشتروا بيت يشتروا شقة، يضبطوا أمورهم واحدة واحدة كده علشان لما نيجي ننزل. لا خالص، دي ما كانتش ظروفنا. أنا لما بقول للناس إحنا سافرنا بشكل مفاجئ، إحنا سافرنا بشكل مفاجئ، إحنا يعني خلال شهرين كده كنا خلاص مسافرين من ساعة ما خدنا القرار، وإحنا عادين على فنجان قهوة برضه، فالقهوة دخلة في كل القرارات الكبيرة. خدنا الخطوة دي وبدأنا في نفس اليوم على طول، يلا إعلانات هنبيع كذا، تصور التلفزيون، صور الكنبة، صور مش عارف إيه، نبيع اللي نقدر نبيعه. حتى الأولادي حبايبي بدأوا يطلعوا حاجاتهم مش عايز زينها من حاجاتهم الشخصية ويصوروها معانا ونحطها على يعني مواقع البيع وكده. فإحنا ده كان وضعنا لما سافرنا. جينا هنا المغرب كان معانا، لأنه برضو في مفهوم يعني خاطئ، أو مش مفهوم خاطئ، هو جهل ممزوج ببلاش أحسن. في بعض الناس يقولوا لك أنه طبعا مسافر ومعاه فلوس، طب أنت جبت منين أن احنا مسافرين ومعانا فلوس؟ أو طبعا بعد ما عدتوا سنين وكنستوا وعملتوا، أو اللي يقول لك ما أنت معاك الباسبور الأحمر، إيه عامل لي إيه الباسبور الأحمر؟ يعني هخش أي محل هنا في المغرب أوريهم الباسبور الأحمر واشتري أكل البيت يعني، ولا هدفع الإيجار بالباسبور الأحمر؟ هيفيدني بإيه الباسبور الأحمر هنا فيما يتعلق بالمعيشة والاقتصاد؟ فإحنا بدأنا تحت الصفر مش من الصفر. فلما جينا هنا جينا بمبلغ محدود، وكان يعني شهري، يعني حتى ما كانش معانا دفعة واحدة، تقريبا 50,000 كرونة سويدية. 50,000 كرونة سويدية يعني قولوا، أنا شفتها على البتاع الفوركس قبل ما سجل الحلقة، أظن كانت 4,777، قولوا 5,000 دولار أمريكي، نقسمها على الشهر يعني تقريبا 1,600 دولار. ده المبلغ اللي كان عندنا نحنا نتحرك بيه في أول 3 شهور، ما حسيناش بيهم أصلا، ما حسيناش بيهم لأسباب كتير، أبرزها إن إحنا أخطأنا خطأ كبير
اتكلمت عن الموضوع ده قبل كده ولكن بإيجاز، ان احنا لما جينا نزلنا عند ناس قرايبنا جزاهم الله كل خير، استقبلونا واستحملوا دوشتنا وعيالنا شهر، ولكن بالنسبه للي زي حالتنا يعني فعلا ما انصحش اي حد بيفكر ياخد نفس خطوتنا ان هو ينزل عند حد، لانه بالذات لو الواحد زينا برضو نازل بمبلغ محدود، كل يوم بيبقى عامل زي العداد كده، كل يوم مهم انه يحصل فيه انجاز، كل يوم مهم ان انت تاخد خطوه للامام، لانه الفلوس اللي كانت معانا كانت محدوده، الوقت محدود ان احنا نلحق نقف على رجلينا، فلازم بسرعة بسرعة يدخل أي دخل. وإحنا كنا معتمدين، أنا ولا كان على بالي ولا في خطري ولا أي حاجة إنه ربنا هيسر قناة يوتيوب مثلا، يعني إنه ممكن يدخل لي منها قرش أو رزق طيب، ما كانتش في بالي، ولكن كانت الفكرة إنه هحاول بأسرع ما يكون إن أنا أبيع منتجاتي، إن أنا يعني أحضرها هنا في المغرب تكون موجودة، ألاقي يعني شركة كويسة أو مزرعة كويسة أتعامل معاها، أشتري زيوت اللي أنا محتاجاها وأبيع بأسرع ما يمكن. وبعدين أنا كعزة عندي قناعة الحمد لله رب العالمين، لو اتحطيت في المريخ، يعني عبارة سمعتها زمان وعلقت في دماغي وعجبتني جدا، إنه الإنسان يجيب القرش ولو من بق السبع، لأنه رب العالمين اللي بيوسع الرزق والأرزاق موجود في كل مكان، فأنا مش هغلب عشان روحت أرض تانية ولا مكان تاني، أنا باخد بالأسباب، نيتي خير وربنا إن شاء الله هيؤجرني على نيتي دي، لأنه الأسهل لي إن أنا خليني مرتاحة ليه الهم ده كله؟ لا، لأنه ربنا عالم إن أنا خايفة على أولادي، لأن أنا وزوجي خايفين على أولادنا، خايفين على دينهم، خايفين على أسرتنا، ظني في الله إن هو مش هيخيب ده، مش هيسيبني. فالفلوس محدودة والوقت محدود وحواليك ناس عايزين لك الخير، لكن كل واحد بيتدخل وكل واحد بينصحك بطريقته، وأنت جديد في البلد دي ما عندكش فكرة عن الأسعار، ما عندكش فكرة، فبتاخد برأي الناس اللي حواليك، وده مش دايما صح. اللي يقول لك أجر عربية لأنك محتاج تأجر، تقلت لي أنا شخصيا أجر بألفين هنا وبثلاث تلاف هنا، وأنا مش محتاجة عربية ولا مستعدة نفسيا أن أنا سوق في بلد أنا مش متعودة عليه، عندي العقدة دي رغم أنه بقالي سنين طويلة بسوق وعندي رخصة، كنت محتاجة أن أنا مثلا أقدم على الجنسية المغربية أو اللاكارت، الجنسية كنت محتاجة أقدم على الجنسية تكون عندي على ورق عشان أقدر أن أنا أقدم على اللاكارت اللي هو البطاقة، وده موال لوحده خد شهور. اللي يقول لي لا انت مش تقدري ان انت تقعدي رايحه وجايه للرباط وهتحتاجي ان انت تاجري عربيه فتسمع من ده وتسمع من دي، تلاقي الفلوس دي بتختفي. وفي نفس الوقت عايزاكم تتخيلوا معايا عشان يعني تفهموا احنا وضعنا كان ازاي، معانا ست ولاد رغم ان هم كانوا عايزين ييجوا معانا ومنشرحين الصدر جدا وفرحانين جدا، لكن ده ملوش اي معنى في الواقع، لانه في الاخر دول اولاد، ممكن وانت في السويد يقولوا لك ويلا باول ما تدخل ارض المغرب يقول لك لا احنا مش عايزين الكلام ده، وده فعلا حصل مع بعض ولادي انه كانوا مبسوطين وكل حاجه، لكن في زي ما تقولوا كده لما ادركوا انه الموضوع جد وان ده هيكون مسكنهم الجديد، وان هم يعني بداوا يدركوا ان هم تركوا حاجه وراهم. مش هقول انه حصل رفض للفكره، ولكن بعضهم اتهزوا، الكبار اتهزوا، بعضهم يعني بعض الكبار اتهزوا هزه اقوى من الباقي. في كل ده كنا بنحاول ان احنا نراعي نفسيتهم، فيتقال لك مثلا انه بلا نفسيتهم بلا بتاع، يركزوا في هدفكم مالكوش دعوه، ما ينفعش، الأسرة عاملة زي الشركة، ما أقدرش أن أنا أسعى وأتعب وأبقى يعني هدفي أن أنا أأسس يعني حياة للأسرة دي وأنا بأطعن في ظهري، أو اللي معايا في المركب مش معايا، مش على قلب رجل واحد، ولادي مش معايا على نفس الخط، وخصوصا لما يكونوا في أعمار ممكن يتسببوا في بلبلة وصداع. كنا بنحاول نحن نريحهم لما نخرج معاهم مثلا أول شهر نترك البيت قريبي، يعني نحاول نحن نرضيهم بأكلة هنا، نحاول نحن نشتري لهم كل ده، خصوصا إحنا كنا بنفسحهم في يعني المحمدية كانت الأماكن اللي حبوها ولادي كانت محدودة وغالية، فعشان تجيب لهم سندويتش ولا تقعدهم في حتة وهم ما شاء الله كتار، يعني جزء كبير من الفلوس راح على الموضوع ده كمان. لما أدركنا أنه والله إحنا ولا عارفين نركز ولا عارفين نشتغل، إحنا لازم نأجر شقة، يعني لازم نطلع من بيت قريبنا ونأجر شقة لينا ويتلم شملنا مع بعض ونركز بقى في رحلتنا دي وفي هجرتنا الكبيرة دي. أجرنا شقة كان الإيجار فيها غالي بالنسبة للناس اللي يعني 9000 درهم أكتر مغربي، مبلغ بالنسبة للإيجار هنا. ولكن اللي الناس برضو ما تفهموهوش، لما بقول الناس اللي حواليه قرايبي، كل ما كلم حد يقول لي غالي غالي غالي، وكأني معايا شنطة حاطة فيها التلاجة والغسالة والسراير والاطباق والحلل، احنا معناش حاجة. بأي منطق يتقال لي مثلا انه لا اجر وابدأ من الصفر، اجر ونايم عيالي على البلاط؟ يعني ما انا لازم اجر شقة مفروشة، واهم حاجة يعني الاولوية انه شغلي يبدأ لما يبقى فيه دخل، حتى لو الدخل ده بسيط،
هعرف ان انا ابدا بقى اخد قرارات اقتصاديه اكتر، هقدر ان انا ادور على شقه ارخص او على بيت ارخص على حسب ظروفي بقى، هقدر ان انا واحده واحده اشتري عفشي، انا اشتري لوازم البيت بتاعتنا. لكن معكش اي حاجه والفلوس اللي معاك مش مكفيه كل ده، بطبيعه الحال اخترنا ان احنا ناجر شقه غاليه. واستمر الخط ده، نيجي نشتري اي حاجه ميبقاش عندنا المقدره ان احنا نقارن الاسعار براحتنا. هننقل لشقه جديده، مش انا وزوجي بطولنا يعني انه يلا نقارن ويلا نلف وندور، لا، كانوا الولاد اغلب الوقت لوحدهم، يعني ما كانش فيه الشخص الامن الامين اللي يقعد معاهم ونبقى احنا مطمنين ونلف وندور ونقارن. معانا 6 اولاد في رقبتنا، وزي ما قلت لكم 3 منهم كبار ولازم يتعامل للموضوع ده حساب، يعني ما ينفعش انت تدي ظهرك تماما، لازم تبقى معاهم، لانه زي ما هي خطوه جديده بالنسبه لنا فهي خطوه اعظم واكبر بكتير بالنسبه لهم هم. فوضع ما حدش يقدر يفهمه غيرك انت صاحب الموقف نفسه. يعني بدات في بيع منتجاتي، توكلت على الله واستبشرت الخير وعملت اعلان ان انا ببيع المنتجات كذا كذا على اليوتيوب، وناس كتير جزاهم الله خير من شتى بقاع الارض بقوا عايزين ان هم يسندونا ويوقفونا على رجلهم، وفعلا على رجلنا. جاتني طلبات كتير، وقدرت رغم تاخير ورغم يعني بعض العقبات اللي ما كنتش عامله لها حساب، قدرت برضو ان انا في الاخر ابعت اول كام دفعه كده من المحمدين، المدينه اللي كنا ساكنين فيها في الاول اول ما جينا على المغرب. جينا بقى ننقل على تطوان، وجيت تحدي، يعني اول تحدي انا بجد حسيته يعني هزني شويتين بصراحه، مش شويه. جينا على تطوان وكنت انا منسقه مع شركه جديده في المحمديه ان هم هيبعتوا لي منتجاتي على تطوان. وصلوا المنتجات والكراتين وكل حاجه محطوطه كده وجاهزه، اعلنت على المنتجات مره تانية وعملت تخفيض، وناس كتير يعني اغلبهم بنيه الدعم فعلا يعني طلبوا، حتى انه كان في معايا بنتين يعني هم اللي بيستقبلوا الاتصالات من الناس وبيدردشوا معاهم على الواتساب وبياخدوا طلباتهم. فبنعمل كده تشك بقى، يعني هنبدا بقى كل واحد نحط له المنتجات بتاعته ونبعتها، بنعمل تشك كده على البرودكتس او المنتجات. فوجئت طبعا منتجاتي لانها طبيعيه فما فيهاش اي مواد حافظه، والتعامل معاها بحساسيه شديده، يعني ما ينفعش ان منتج يبقى واقف على الرف في فتره او كده، لازم يكون اول باول عشان يدوب، يعني فتره الاصطلاحيه مش طويلة قوي يعني. المهم ان انا بشوف المنتجات كده بتأكد، لقيت انه نسبة البكتيريا عالية جدا، حتى انه بعض المنتجات المقشرات مثلا بعضها كان عليها عفن من فوق، حاجة انا يعني عمري ما شفتها ولا ما كنتش متخيلها خالص. انا بس كده يعني كنترول يعني، وكنت شارية منهم، كنت مجربة يعني، واخدة عينات ومجرباهم، وقعدنا واتكلمنا في التفاصيل انه المنتجات بتاعتي النسب اللي هتكون موجودة والخلطات بتاعتي. طبعا كنا بقى تلقينا، هو اصلا هم كلهم على بعضهم كانوا يومين، تلقينا فيهم طلبات كتير جدا، لقيت نفسي برمي كل المنتجات على الصفر بقى، مش عارفه اجيب منتجات جديده، الناس كتير طالبه من بره، واللي طالب من بره الشحن ليه اغلى، موقف مش عارفه اطلع منه ازاي. وقعدت كده يعني كام اسبوع فعلا، يعني مش قادره اوصف لكم الموقف. يعني الناس اغلب الناس كانوا قمه في الاحترام وقمه في التفهم، حتى انه لانه يعني اضطريت انا اشرح للناس ان والله حصل كذا كذا، انا اسفه جدا مش هقدر انا ابعت لكم منتجاتكم دلوقتي، ولا هقدر انا ارد لكم فلوسكم دلوقتي. طبعا بالنسبه ان دي شركه يعني شغل كده انا لسه ببتدئه، مش حاجه ظريفه يعني، مش حاجه حلوه ابدا. وفي نفس الوقت لما يكون الموضوع متعلق بالناس وحقوق الناس وناس دفعت، يعني صعب جدا، لانه حتى لو خدنا الفلوس دي كلها وجبنا بيها مش هتغطي. فبقى الموقف موقف محرج جدا. شرحت للناس، اغلب الناس تفهمت، ولكن في بعض الناس يا نصابة يا حرامية، احنا هنبلغ فيكي، انت بتستغلي اليوتيوب عشان تنصبي على الناس. يعني مش قادر اقول لكم الكم اسبوع دول، كم شهر، لكن الكم اسبوع الاولانيين هم دول اللي يعني دعيت وقلت يا رب انت عالم ان انا نفسيا قادرة استمر الى ابعد مدى، يعني موقف زي ده مش هيكسرني. فانا مشكلتي مش نفسيا، لكن مشكلتي انه حسيت فعلا انه الابتلاء ده هزني لدرجه انه بقيت مش قادره اصلب طولي، مش قادره اقوم اشارك الاولاد الحياه. يعني كنا ساكنين في الجبل وقتها، وتحديات كتير في نفس الوقت مع البيت اللي احنا كنا ساكنين فيه والناس اللي كنا يعني سبحان الله حاجات كتير. حسيت فعلا انه خلاص
انا مش عارفه هطلع من الابتلاء ده ازاي. والله العظيم يعني جزاه الله خير، انس كان سند ودايما يفكرني بانه كل حاجه وراها حكمه، ودايما يفكرني باهميه ان انا اخلص النيه وربنا مش هيضيعني، واحاول ان انا ما اهتمش بالكلام السلبي اللي هو كان من فئه قليله بس. يعني سبحان الله احيانا يبقى التشجيع والكلام الطيب من 1000 شخص ويجي شخصين سبحان الله يبقى عندهم القدره انهم يسمموا بدنك. يعني طبعا الموقف ده يعني ربنا لا يعيده علينا ولا على اي حد يعني، ولكن لو لا قدر الله اتكرر جلدي بقى تقيل وتخين وما بقاش مش زي الاول. يعني فعلا الابتلاء ده يعني التحدي ده كان فعلا ليه فضل كبير صراحه. يعني المهم انه هي دعوه فجر بدموع نازله ما بتتوقفش، ويا رب انا مش عارفه اعمل ايه. والله العظيم اللي حصل اللي هو حل جزء كبير من المشكلة، أو ساعدني على الأقل إن أنا أبدأ يعني أدير الموضوع تاني وطلعني من الحالة اللي أنا كنت فيها. لقيت سبحان الله واحدة أخت فاضلة عملت طلب، البنت واحدة من البنتين دول اللي كانوا بيساعدوني في تلقي الطلبات بعتالي بتولي عزة، في ست من بلد تانية من البلد الفلانية عملت طلب وبعتت مع الطلب هدية ليكي. الست دي أنا معرفهاش ولا عمري شفتها في حياتي ولا حكت لها ظروفي. أنا صليت يعني الصلاة الفجر اللي أنا بقول لكم عليها دي، والله العظيم سجود كله دموع دموع دموع، ويعني خلاص فوضت أمري لله ومش عارفة أطلع، يعني اللي هو حاسة أنا مش عايزة أطلع من البيت. ولقيت الست دي بعت الهدية دي مبلغ مش صغير، بعت مبلغ كده هدية. قدرت بالمبلغ ده إن أنا أسدد بعض ديوني، لأنه كنا برضو متأخرين في الديون اللي من السويد ولازلنا بندفع فيها. وأنا بقول الكلام ده كله ليه قبل ما أكمل؟ لأنه الفيديو ده مش يعلم الله سبحانه وتعالى أنه مش فيديو تعاطف، أنا في غنى عن عطف أي إنسان عليا. يكفيني أن أنا بحس أن أنا لما بدعي ربنا بيستجيب، ويكفيني يعني إن صحت العبارة ربنا يغفر لي إن كانت العبارة خاطئة في حق الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا جربت رحمة رب العالمين وستره وكرمه سنين. مش بس لما جيت المغرب جربت أن أنا أبقى في موقف في علبة كده ما يعني ملهاش حل بالمنطق كده، ملهاش أي حل، ولاقي الحل جاي من يعني فعلا من جهة مستحيل تعملها حساب. زي الموقف ده مثلا، هو مش مسألة تعاطف. أنا بحاول أكون صريحة معاكو علشان اللي بيفكر إن هو ياخد الخطوة دي في تحديات، ولا أنا ما بحاولش إن أنا أتجنب بعض المواضيع. أنا يهمني فقط إنه لما أقول حاجة، لأني كل كلمة بتطلع من بقي ربما المتلقي بيسمع بس وخلاص وبيكمل حياته، لكن أنا هتحاسب على كل كلمة أنا بقولها. أنا مش عايزة إنه أقول كلام يكون سبب إنه شخص يقبل على حاجة مش خير لي، أو إنه يعرض عن حاجة هي خير لي. ونقطة مهمة برضو قبل ما أكمل القصة دي، إنه أنا يعني مكرهش إن أنا أكون ليا تأثير طيب على الناس سواء في هجرة أو في أي حاجة تانية. لكن نقطة مهمة لازم الناس تفهمها، بالذات الناس اللي بيتصلوا، يعني في ناس أحيانا بيمسكوا الإنستجرام ده يقعدوا يتصلوا 20 مرة متواصل ويكتبوا لي أنت ما بترديش ليه، وكأنه اتصالها أو اتصاله أو رسالتها أو رسالته الوحيدة اللي بتجيني، وكأنه يعني أتخن رسالة ممكن تجيني هتخليني أسيب حياتي والمشوار المبارك اللي أنا بحكي لكم عليه ده وأولادي وحقوقهم، وأقعد إن أنا أجاوب على الناس ودردش أنا اللي في مقدوري إن أنا أعمله، لأنه أنا يومي مش أكتر من 24 ساعة زيكم بالظبط. هو اللي أنا بحاول أقدمه لكم هنا، وبحاول إن أنا أقدمه بطريقة يكون فيها صدق ومصداقية وكل حاجة، بس ما بقاش أنا مثلا في فترة أنا محبطة فيها وأنقل لكم الإحباط ده، لأن أنا عارفة إنه الإحباط ده ربنا بريء منه، ما هو إلا شيطان، ودي حاجة أنا بتوصل لها مع نفسي بشكل سريع، وبقوم بفضل الله من بنفض الحالة دي من عليا وبرجع بفضل الله بسرعة على الطريق الصح تاني وبقوة أكتر من قبل التحدي. المتلقي أو اللي بيسمعني من حضراتكم مش معايا في كل لحظة من اللحظات دي، ما ينفعش بس إن أنا أطلع في أي يعني ظروف وأتكلم، لا لازم أكون عقلي معاك وأكون مستحضرة اللي أنا بقوله وحاسة باللي أنا بقوله، عارفة أميز الكلام اللي يتقال باللي ما يتقالش، الكلام ده يخصني أنا ما يخصش الناس إن هم يشاركوني فيه النكد أو وهكذا. أنا بالعكس ما فيش أي حاجة أنا بخفيها عنكم فيما يتعلق بمشوار الهجرة ده بالذات، صدقوني. نرجع تاني للقصة دي عشان أنتوا اللي طلبتوا مني مليون مرة أن أنا أدلكوا أمثلة. الفلوس دي سبحان الله ربنا يا رب يرفع قدر الست دي ويجزيها كل خير ويجعله في ميزان حسناتها، لأنه سبحان الله يعني تواصلت معها بعدين وكان فعلا فعلا كل ما نتكلم كل ما أحس، حتى هي نفسها قالت لي متشكرنيش، أنا أشكري رب العالمين اللي يعني خلاني أنا في آخر الدنيا أحس بيكي وجعلني أنا سبب إنه أكون استجابة دعوة الفجر اللي انت بتتكلمي عليها دي. بعض الايام احنا لسه في نقطه الاقتصاد، بعض الايام انا عايز ميه. طيب ماشي، ممكن سوسو تجيب ميه لهنا؟ يا عسل، انا عايز كان ميه.
كالبويا. وأنا بحبك حبيبي. فبعض الأيام تبقى ظروفنا الاقتصادية إلى حد ما مش حلها، وبعض الأيام ما نلاقيش نحن ندفع الإيجار. عدت أيام زي دي، عدت حالات زي دي كذا مرة من ساعة ما جينا المغرب. بعض الفترات يعني يبقى قوت يومنا منتج ولا منتجين أنا ببيعهم، فأشيل من المبلغ اللي دخل ده حق المنتج ونبعته، واللي يتبقى هو ده بقى اللي نعيش بيه يوم أو يومين. وفي يوم أتصل بماما حبيبتي أقول لها ماما الله يرضى عليكي ما لقيش عندك 100 درهم 200 درهم تحولهم لي علشان مأزمة شوية معانا. أتسند على ماما شوية ودايما تتيسر. لكن والله العظيم وربنا شاهد على كلامي انه الايام الصعبه دي اللي عدت علينا ولازالت بتعدي، وتيجي ايام يبقى الرزق وفير، وتيجي ايام يعني تأزم شويه. لكن والله العظيم انه الايام الصعبه دي كلها شكلت شخصيتنا كاسره بطريقه عجيبه، خلتني ابص لاولادي كده وابتسم واقول الحمد لك والشكر لك يا رب. مش عايزاهم بس يكونوا معايا هنا باجسادهم، انا عايزه ان اولادي يكونوا معايا بعقولهم بقلوبهم، يكونوا شايفين انه باذن الله ليهم مستقبل في اي مكان في الدنيا، ويبقوا شايفين قدراتهم هم. فسبحان الله شخصياتنا اتشكلت بطريقة جميلة الحمد لله. الصلابة النفسية تقوت عندنا جدا، تقربنا من بعض بفضل الله سبحانه وتعالى يعني بيزيد وبيزيد، وتقربنا لله سبحانه وتعالى كمان. الحمد لله نعم لا تحصى ولا تعد. النقطة الثانية اللي كنت حابة ان انا اكلمكم فيها بالنسبة لل يعني اخر فترة وحصل ايه وقررت ايه، هي نقطة المدارس. طبعا دي اكتر نقطة لازلت بتسأل عنها، موضوع المدارس، عملتوا ايه في المدارس. رغم ان انا قلت للناس ان انا لما يكون في حاجة جديدة بخصوص المدارس انا هقول لكم. موضوع المدارس ده ما حصلش فيه حاجة جديدة. كانت خطتنا قبل ما نيجي على السويد على المغرب، كانت الخطة انه الاولاد هيقعدوا سنة زي ما اغلبكم من متابعين الكرام عارفين، هيقعدوا سنة في البيت، لا ستريس ولا مدارس ولا اي حاجة. هنحاول خلال السنة دي ان احنا نصلح حاجات كتير باظت في السويد في اخر سنه تحديدا، ولكن اخر فتره يعني. اهم حاجه انه الاولاد يستقروا نفسيا، واهم حاجه ان هم يبقوا نفسيا مرتاحين، والحمد لله يعني واحده واحده كده نرجع لله مع بعض. فلما جينا على المغرب كان اول درس اتعلمناه انا وانس، او بصراحه تحديدا انا، لانه انا اللي خالفت قرار اللي احنا كنا واخدينه انا وانس في السويد، انه الاولاد هيقعدوا سنه. اول ما جينا بداوا كل قرايبي يتكلموا في موضوع المدرسه، لا لازم يبداوا مدارس، لازم والمدرسة، وبحسن نية وعايزين يساعدوني. فبدأوا بقى يدوروا معايا، والله قربتك مش عارف مين عندهم مدرسة، قربتك مش عارف مين كذا، دي صاحبتها فلانة، دي نظرة، فنشوف لك حد يدخل أولادك أو على الأقل ينصحك وتلاقي المسار المناسب ليهم. فلفينا على كم مدرسة واستشارت بعض الناس، وسبحانك يا رب لقينا، قلت الكلام ده برضو قبل كده بس بالنسبة اللي سمعني أول مرة، لقينا مدرسة المفروض هي إنجليش يعني إنجليزية، فقلنا انه هو ده اضعف الايمان لانه الاولاد ما عندهمش فرنسي، لانه السويد ما بتدرسش فرنساوي كلغة تانية، بتدرس انجليزي. لقينا المدرسة دي العجيب يعني، حتى الاولاد لما راحوا عشان يعملوا امتحان عشان يعرفوا بقى مستويات الاولاد وكده، الامتحان قدم للاولاد بالفرنسي، فدي كانت اول حاجه غريبه. وبعدين طلبوا طبعا مبلغ يعني مش فاكره كان وقتها، مش فاكره والله يعني كان 1000 وحاجه درهم مع الشخص ولا اقل، والله ما انا فاكره، بس المهم مبلغ. وما كانش معانا المبلغ ده، فبرضو قرايبي احنا نسلفك واحنا نساعدك وانا مش واخده بالي ان انا يعني داخله طريق انا ما كنتش ناويه من السويد، مش ناويه انا اجي هنا هدين نفسي ليه؟ وبعدين يعني اشمعنى يعني انجليزي؟ يعني انا ما عنديش، معلش في الكلمه، انا اكنكم اهلي بجد واحنا عادي، انا ما عنديش العقده دي، مش لازم مدارس انترناشنال ولا يعني. المهم بالنسبه لي انه العلم اللي هو المهم، ان كان هيقدم في المدرسه، بالعكس انا يعني خبرتي عن المدارس الانترناشنال انه في معظم الاحيان بيبقى هي دي المدارس اللي بيدعوا فيها العيال. فانا يعني كل ده وانا ماشيه كده من غير ما افكر وانا ساكت. والسبب قال لي يعني انا ما كنتش عايز ازعلك ومش عايز انه يحصل حساسيه بينا، ولكن مش هو ده اللي احنا اتفقنا عليه من السويد. فلما لقيتك انت كده مقبله بقوه ويعني مش عايزه اتدخل بينك وبين اهلك، فقلت خلاص لو انت شايفه انه ده الافضل نمشي ونشوف. فاستخرنا واتكلمنا مع بعض شويه ورحنا. اخر لقاء بيننا وبين نظره المدرسه الانجليزيه دي يعني انسانه محترمه جدا، وكنت سالفه بقى مبلغ ورايحه ان انا ادفعه على اساس انه مالك ونوح وماريا وايوب.
وجنة. آه خمسة من الأولاد كلهم عدا إبراهيم يعني هيبدأوا في المدرسة دي على مراحل مختلفة. فلقيت الست بتقولي شوفي يا مدام عزة أنا مستفيدة، أنا هاخد منك مبلغ وأنت اللي هتدفعي كل شهر مبلغ على أولادك، لكن أنا أكون صريحة معاكي، أنت أولادك مش هيستفيدوا أي حاجة من الدراسة هنا. قالت لي أول حاجة إحنا رغم إن إحنا مدرسة إنجليزية إلا إنه بندرس أغلب المواد كل المواد بالفرنساوي، فقط إنه اللغة الإنجليزية بتدرس كلغة لوحدها يعني. فقالت لي هيكون تحدي شديد. قلت لها مش مشكلة، أنا هجيب لهم مدرسين خصوصي في البيت وهيتابعوهم وهيعلموهم فرنسي. بقول الكلام ده وانا نفسي مش مقتنعة باللي انا بقوله، وولادي ساكتين تماما. اصل كل ده على مدار كام يوم بسرعة بسرعة بسرعة، وارجع اقول هي دي المشكلة الكبيرة لما حد يتدخل النية دي ملناش علاقة بيها، حتى لو النية طيبة. المشوار ده مشواركم انتم مشوارنا احنا، ما ينفعش حد محدش هيفهم ظروفنا عشان حد يقعد يتدخل بارائه. كانت دي اول يعني اول غلطة انا وقعت فيها، ولكن استفدت منها كتير. قالت لي كمان انه قالت لي مين الطالب اللي هيستحمل ان هو يبدا مدرسه الصبح بدري ويجي في اخر النهار مرهق ومنهك وتعبان ويلاقي مدرسين خصوصي مستنيينه عشان يكملوا معاه اليوم. قالت لي مدام عزه انا بجد انت حره، عايزه تدفعي الفلوس ليه وتدخليهم انا هستقبلهم، انا ما عنديش اي مشكله. قالت لي ولكن انت اللي هتبقي خسرانه ومش هتوصلي للهدف اللي انت عايزاه. فاعتبرت ان دي اجابه الاستخاره، مع انه دي ما كانتش عايزه لها يعني ابو العريف عشان يعني اتوصل للنقطه دي المفروض، لكن زي ما بقول لكم حاجات كتير في دماغي، ولما اصبحت على ارض الواقع فعلا في المغرب فعلا خلاص خدت الخطوه واولادي حواليا ومش في بيتي، مش مستقره في بيت قرايبي، مش عارفه لسه انا هسكن فين، طب هنعيش منين، طب الشغل هيمشي. فالواحد بيبقى من غير اي حاجه يعني وش، ومحتاج ان هو يعني يبقى هادي ومرتاح على الاقل في دماغه عشان يعرف يركز. فالمهم رجعنا لخطوتنا او قررنا الاولاني اللي هو ان الاولاد لا هيقعدوا في البيت. ولما قررنا كده لقينا الاولاد كلهم ايه ده ايه يا جماعه انتوا مش كنتوا عايزين الموضوع ده؟ فلقيتهم بصراحه لا احنا مش عايزين، بس ما كناش عايزين نزعلك انت، بس احنا مش جاهزين للموضوع ده خالص. ولقيتهم الثلاثه الكبار بيقولوا احنا كارهين اللغه دي اصلا اللغه الفرنسيه ولا عايزين نتعلمها. قلت طب ليه يا ربي تضيع الوقت ده، ما عندهم حق. قلت لهم خلاص هنرجع للخطه اللي احنا كنا قايلينها من البدايه، مفيش مدارس لمده سنه، السنه الجايه ان شاء الله نشوف ظروفنا ايه ونشوف وصلنا فين في مرحله الرحله دي. عدت الوقت السنه دي وشويه، وادينا بفضل الله بين اهلنا وحبايبنا في تطوان اجمل مدن المغرب، مدينه جميلة وناسها أجمل ومرتاحين الحمد لله. ولكن لحقنا في تطوان نحن ننتقل مرتين، ولسه بندور على مسكن يكون يعني أنسب وأنسب اقتصاديا، فاحتمال نحن ننقل تاني، فما نقدرش نقول نحن خلاص بقى استقرينا تماما. ولكن قررنا كأسرة ان احنا مش هنستخدم العبارة دي تاني، مش هنقول بيننا وبين بعض لما نستقر، لا احنا خلاص مستقرين، احنا اليوم اللي دخلنا المغرب مستقرين خلاص، احنا البلد دي ناوينا السكن فيها الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، يبقى احنا مستقرين. كل الامور الدنيوية دي ان الواحد بيحاول يحسن من مسكنه ويحاول يحسن من شغله ويحاول الافضل والافضل في الحياة، دي حاجة مستمرة على طول الخط. لكن مش هنتكلم مع بعض بلغة الطوارئ دي ان احنا والله في حالة طوارئ ولسه ما استقرناش، لانها بتلعب دور سلبي جدا في النفسية وفي اتخاذ القرارات. فالواحد من غير ما ياخد باله يلاقي نفسه بيحيد عن الطريق لانه حس على طول ان هو مش مستقر. دخلنا في السنة التانية، جينا نتكلم في الموضوع ده لقينا ان احنا لسه مش جاهزين. فالاولاد في اللحظة دي لسه ما بدأوش، بعض الاولاد بدأوا يدرسوا بعض الكورسات اونلاين، لكن كنت انا ذكرت لكم انه في هو طبعا في مدارس كتير اونلاين، يعني ما انتسبناش لاي مدرسة من المدارس دي. عملت بحث ما كانش كافي عشان امدكم بالمعلومات وقتها لو تفتكروا في الفيديو بتاع المدارس، لكن لما تواصلت مع احد المدارس اللي انا حسيت ان هي افضلهم، لانه الحلو في المنهج بتاعهم ان هم بيعملوا اختبار لكل طفل، وما عندهمش حاجه اسمها صف رابع ولا سادس ولا ثامن ولا ما عندهمش كده، بينطلقوا فعلا من مستوى الطفل نفسه. فلو ابنك فرضا في المفروض ان هو يبدا صف سادس، لكن مستواه صف ثامن، ما اعرفش لو هي اسمها كده هنا في المغرب لكن انتوا هتفهموني، بينطلقوا من المستوى التعليمي اللي الطفل فيه، فبيوفروا عليه وقت، وفي نفس الوقت بيوفروا وقت اكتر بانهم بيقعدوا مع الاباء اونلاين، بيعملوا ميتنج يعني لقاء اونلاين وبيقعدوا مع الاباء والاولاد، ويحاولوا يعرفوا الولد ده او البنت دي عايزين يدرسوا ايه بالظبط عشان يحددوا لهم مسارهم ويركزوا على المواد اللي الطفل محتاجها. فعجبتني جدا الفكره صراحه، عجبتني جدا الفكره، لانه فكره المدارس بشكل عام يعني اللي متابعني عارف ان انا مش معجبينها يعني، لكن الفكره دي عجبتني. وكانت اسعارهم $3,000 في السنه على التلميذ الواحد،
وكل ما زادوا التلاميذ، يعني مثلا لو انت هتدخل من ناحيتك انت من عندك طفلين او 3 اخوات يعني او 4 او 5، احنا كنا ندخل 5 فكنا هنحصل على اعلى تخفيض ممكن الحصول عليه، وده بيبقى انه الطالب الخامس بيحصل على 50% تخفيض من المبلغ ده. فحسبناها لقينا ان احنا ندخل في $13,500 في السنة على 5 اولاد اللي في مرحلة مدارس، ما يعادل 137,000 درهم في السنة. فكرنا إن إحنا نقدم لهم مدرسة يعني تابعة للمدرسة السويدية ولكن عن بعد، مش كل الناس بتتقبل فيها، لكن قلنا نجرب نشوف يمكن يتقبلوا. بعدين حتى أفكر مع نفسي قلت يا بنتي يعني أنتي جايباهم عشان مش عاجبك المنهج السويدي التعليمي وهتوصليهم بيه أونلاين؟ فطبعا شطبنا على الفكرة دي كمان. فلقينا في الآخر إنه طبعا مبلغ كبير، ولكن سألت نفسي طب افرضي إن أنتي ما عندكيش مشكلة انت تدفعي المبلغ ده كل سنة، هل فعلا هو ده الأنسب ليهم؟ قعدنا كتير واتكلمنا كتير، واللي لاحظته انه الأولاد مختلفين تماما فيما يتعلق برغبتهم في الدراسة في المرحلة دي في مدارس او ان هم يدخلوا مدارس عادية في المغرب او حتى موضوع اونلاين ده، يعني البعض كان عاجبه الفكرة البعض الآخر لا. ففي اللحظة دي بندرس الأولاد عربي على خفيف في البيت، بعضهم بيدرس انجليزي ورياضيات وقرآن، ومالك انتسب كده كورس تجارة ومراجعة رياضيات الفترة دي كلها. فتقدروا تقولوا ان احنا في مرحلة تمهيد كده للدراسة ولسه مش عارفين بالظبط الخطة يكون شكله ايه. اللي انا عارفاه دلوقتي اكتر من الشهور اللي عدت، لانه ربما في نظر اللي بيسمعني انه عدت سنة بحالها ولسه ما عملتوش كذا، لكن بالنسبة لنا احنا سنة كأنها ايام بالنسبة للمشوار اللي احنا ماشيينه وبالنسبة للقرار الكبير اللي احنا اخذناه وبالنسبة زي ما قلت لكم تأسيس الحياة من جديد. فيعني السنة دي عدت بأسرع ما يكون، ما عندكوش فكرة. فلنا عارفاه بشكل أوضح من الشهور اللي فاتت فيما يتعلق بالأولاد ودراستهم إن هم الحمد لله قادر أقول إن هم دلوقتي أصبحوا مهيئين نفسيا إن الواحد يقدم لهم خط دراسي. أنا لما كنت بكلمهم يعني فترة القصيرة اللي فاتت دي الأسابيع اللي فاتت كان منهم اللي بيقولي لا مش عايزين خالص، مش دلوقتي مش عايزين، وحاسين كده بتوتر من حكاية إن هم يبدأوا المدارس هنا، ميالين أكتر لموضوع أونلاين. وفي نفس الوقت يجي تكلمهم في أونلاين برضو حاسينه لا مش دلوقتي، طب نعمل مرحلة مراجعة في البيت الأول، طب كذا. وفي نفس الوقت كنا بننقل يعني الموضوع، ودي بقى أهم نقطة في كل ده أو الخط اللي أنا يعني عايزاكم تركزوا عليه. رحلتنا رحلة بجد، ما هياش قناة ترفيهية على اليوتيوب يعني بعرض فيها فقط فسح ومرح، رغم أن احنا الحمد لله كأسرة دائما حريصين. يعني كنت أتمنى أنه كانت الظروف دائما تسمح أن احنا نصور كل اللحظات دي، لأنه رغم اللي أنا بقوله ده دلوقتي يعني ممكن الصورة اللي انتوا واخدينها تكون يعني يا ده دول يعني في عذاب، لكن بالعكس والله التحديات دي زي ما قلت لكم فعلا زادتنا قوة وتقرب من بعض. وخلال المشوار ده احنا دائما حريصين ان احنا نستمتع بكل يوم ونحاول كل يوم نعمله مميز، نقعد مع بعض، نخرج، نزهة، نتفسح، كل حاجة صغيرة مع بعض، يعني نفرح مع بعض، نفاجئ بعض، يعني دائما على قدر ظروفنا حريصين انه المشوار ده ما يبقاش اللي هو زي ما قلت لكم ان احنا في حالة طوارئ ولما نستقر لما نستقر. لا، الكلمة دي لاحظنا ان هي يعني عاملة زي الحرامي كده بتسرق اللحظات الحلوة اللي احنا عايشينها وبتضيع مننا التركيز على اللحظة. فدائما بفضل الله يعني الروح العامة كده في البيت روح مرح وتقرب من بعض، ويعني فعلا الحمد لله حاسة ان احنا بنتقرب من بعض اكتر واكتر، مستمتعة بولادي اكتر من اي وقت في حياتي بفضل الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوع المدارس قبل ما نسيبه. انا عارفة انه ناس كتير من اللي بتسمعني جواهم التوتر اللي انا نفسي كنت شايلاه جوايا من شهور فاتت. يعني لما جيت للمغرب الموضوع ده حسيته عامل زي السم كده، خد وقت على بال ما بدا شويه شويه يسيب السيستم، اللي هو الاحساس بانه لا كله بيعمل كده، كل الاولاد بيروحوا مدارس لازم احنا كمان اولادنا، او زي ما الناس تقول لي كل الناس ساكنين كده لازم انتوا كمان، كل الناس مأجرين بكذا لازم انتوا كمان تأجروا بكذا، كل الناس يعني بياخدوا قرض وبيعملوا كذا. لا مفيش حاجه اسمها كل الناس. لسه النهارده والله العظيم كنت واقفه انا ومالك في المطبخ فبيتكلم معايا عن موضوع، بيسالني حبيبي عن والله ما انا فاكره بالظبط، دخلنا في كذا موضوع لكن المساله كانت متعلقه بمستقبله وصدقه مع الله وحاجه كده يعني. فقلت له يا مالك في صوره اغلب الناس اللي هنقابلهم في الحياه بيبذلوا كل الجهد
ان هم يعني يدخلوا داخل البرواز ده، مش عارفه اقولها ازاي بالعربي، يعني fit into it، يعني انه يدخلوا داخل البرواز ده ويبقوا جواه مهما بقى كانت النفسيه. مش مهم انا وجوزي بنشتم في بعض اليوم كله وبنتخانق وحياتنا بؤس، المهم انه اللي الناس شايفينه ان احنا عندنا فيلا كبيره وعندنا عربيه جميله. مش مهم ولادي بيروحوا المدرسه يصيعوا ولا بيروحوا يضيعوا حياتهم ومستقبلهم، او بيروحوا المدرسه يضيعوا وقتهم مع رفقه سوق، او عيونهم تتفتح على حاجات ملهاش لازمه، او المهم ان هم زي كل الاولاد بيروحوا المدرسه. بين قوسين انا مش ضد حد بيروح المدرسه، ولا حد عنده فيلا ولا حد عنده عمارة ولا حد سايق عربية، مش ده أصل. أنا بتكلم على أنا نفسي، دي يعني كانت حياتي ولازالت لحد كبير، لكن اللي أقصده فكرة الهجرة كلها بالنسبة لي كعزة هي التحرر من كل ده. لأن ابني لو هيدرس في المدرسة دي هيدرس لأنه في هدف من دراسته في المدرسة دي، والهدف ده احنا شايفينه بعينينا وشايفينه أنه ابننا بينجح بيوصل كل يوم اقرب للهدف اللي احنا عايزين نوصل له. الهدف من اننا ساكنه هنا كذا، مش عشان اتباهى قدام الناس، الهدف من انه حياتي ليها شكل معين، الهدف من اني بشتري العربيه دي اسعاد نفسي وتسهيل حياتي، مش عشان الناس تقول عليا كذا وكذا. الناس ملهاش اي علاقه بحياتي، والاحساس ده جميل جدا جدا، ومش مستعده ان انا استبدله بعد ما وصلت له اخيرا ولو بكنوز الدنيا. والله العظيم واقسم بالله واشهد الله وربنا شاهد عليا انه لو فتحت عيني، غمضت عيني وفتحتها ولقيت نفسي من أثرى يعني أغنى أغنياء الأرض، والله ما هحط ولادي في أي مدرسة وخلاص. يعني هيفضلوا كده لغاية ما نبقى عارفين بالظبط هم عايزين إيه، لأنه أهم حاجة استقرارهم النفسي. زي ما قلت لكم قبل كده أنا ما أقدرش أدخل في كل التفاصيل لأنه فيما يتعلق بأولادي، لأنه ليهم حياتهم الشخصية، لكن اللي عنده أولاد واللي عايش في أوروبا أو عنده فكرة عن أوروبا عارف كويس جدا ويقدر يقرأ ما بين السطور لما أقول لكم إنه آخر سنة كان فيها انحدار، كان فيه انحدار، كان فيه تكالب كده على الأولاد، ودخلوا مدرسة قعدوا فيها كام شهر كده، قعدوا فيها سنة يعني جابت الآخر يعني. فنفسيا وخلقيا فهمي آخر همي يعني موضوع المدارس، همي إن ولادي يبقوا نفسيا مرتاحين، وده فعلا أنا بدأت أشوفه دلوقتي. لما ارتاحت النفسيات بدأوا هم من نفسهم يتكلموا في اللي هم عايزين يعملوه. بدأ يعني مالك هو نفسه يتكلم معايا ويقول لي أظن إن أنا عايز أدرس كذا، عايز أدخل كورس كذا، ويدخل يقرأ كورس اقتصاد كذا. أما بالنسبة للصغيرين فيعني إبراهيم لسه صغير، جنة لسه حتى بمعايير السويد يعني الدراسية لسه ما بدأتش صف أول، بيبدأوا من الصف السابع أو لا يا ربي هما فعلا في قانون جديد صدر من سنة ولا سنتين إنه يبدأوا ستة دي برضو، وكان الهدف منها تحديدا إن هم يطلعوا العيال من البيوت عشان يبقى فيه كنترول أكتر، والولاد ما يندمجوش زيادة عن اللزوم في محيط الأسرة، يعني يبقى برضو الدولة ليها، يبقوا الولاد تحت يعني كنترول الدولة أو نظرة الدولة. هم الكبار وأيوب، والحمد لله يعني يوميا في تقدم ولو يعني خطوات بسيطة، لكن هي دي المهم بالنسبة لي، إنه زي ما قلت نفسيتهم ودينهم إن هم يرجعوا لنفسهم، والحمد لله ده أقدر أقول إنه اتحقق تقريبا خالص الحمد لله. كلمنا بعض الأساتذة في اللغة العربية وفي القرآن الرياضيات والإنجليزي، ودي لحد كبير صراحة كانت وجهة نظر الأولاد نفسهم. في كده مرحلة تمهيدية أيا كانت بقى المرحلة اللي بعدها، إن كان بعضهم هينتسب مدارس أو برضو أونلاين ما نعرفش، زي ما قلت لكم كانت في خطة وتأخرت دلوقتي أخرناها. الهدف إن هم هيبقى في هوم سكولينج أو تدريس من البيت على يد أساتذة، ونشوف لو الموضوع ده ظبط معانا ولا لا. أي حاجة جديدة في حاجة زي دي هحكيها لكم إن شاء الله تعالى، ولكن هو ده المكان اللي احنا واقفين فيه دلوقتي. النقطة الثالثة والأخيرة إنه الفترة اللي عدت دي هي بصراحة مش فترة بس، هي يعني من ساعة ما جينا المغرب أنس يعني مريض أوقات كتير يعني بقى يعني عيان اكتر من غيرها، وخصوصا ان في دواء اتكتب له في السويد من دكتوره، والدواء ده احنا مش لاقيين البديل بتاعه بالظبط، يعني في نوع بعيد عن الدواء اللي هو يعني محتاجه لقيناه هنا في المغرب لكن ملوش نفس التاثير خالص. عدم وجود العلاج المناسب ليه مأثر جدا في حالته الجسديه وحتى حالته النفسيه. صراحه كانت فتره صعبه فيما يتعلق بمرض انس، كانت فتره صعبه جدا لانه الفترات اللي بيتعب فيها قوي بيبقى كأنه مش موجود، نومه بيتلخبط، ما يعرفش ينام كويس خالص، لو نام ينام 3-4 ساعات وينامهم بالنهار، ما يعرفش ينام بالليل خالص، يعني اضطراب صعب جدا. ولكن سبحانك يا رب برضو آخر تقريبا داخلين دلوقتي يمكن في آخر شهرين أظن بفضل الله بدأ يعني لما تعب قوي، وهو فعلا تعب جدا جدا، حتى يعني أنه تعبه بسبب عدم وجود علاجه خلاه أهمل خالص موضوع السكر، بقى على طول السكر عنده عالي، وده طبعا مصايبه كبيرة جدا. فالحمد لله قدر أنه هو ياخد خطوة
خطوة كبيرة جدا انا ما كنتش متوقعاها خالص بالنسبة للحالة اللي انا كنت شايفاها قدامي وبالنسبة لوضعه. غير 180 درجة لعلها استجابة دعائي ودعائه، لانه كان فعلا بيوجع قلبي جدا انا اشوفه في الحالة دي وانا مش عارفة اساعده ازاي. بدأ انه هو يحسن من اكله، في خلال كام يوم اتغير وضعه تماما، يعني نقص كتير من وزنه، السكر بقى مثالي عنده. فرغم ان هو لازال تعبان بسبب عدم وجود دواء اللي هو محتاجه، وكان توصل اخر حاجه قال لي خلاص انا هسافر اجيبه، بعد ما قلنا كذا مره ان هو هيسافر يجيبه، وبعدين انا اقول له لا بلاش وما اعرفش يعني بلاش خليك هنا ونحاول مثلا نشوف يمكن الدكتور بتاعك ممكن يكتبه لك مره تانية يجدده لك وماما تجيبه معاها مثلا، لانه باذن الله تعالى ماما هتيجي قريب. طيب نشوف، بعتنا لبعض العيادات في اسبانيا قلنا نشوف لو ممكن مثلا نسافر اسبانيا ونجيب العلاج ده من هناك لانه موجود هناك. سبحان الله في وسط كل ده نقطة نسيت أقولها في نقطة الاقتصاد، لما كنا بنتكلم عن الاقتصاد والفلوس، إن في وسط ما ظروفنا كانت يعني ما يعلم بيها لربنا اقتصاديا، جه عرض شغل لأنس من السويد، وعرض شغل محترم يعني. فسبحان الله أنا وهو وقفنا كده قلنا سبحانك يا رب، شوف ربنا والفرج، وربنا بعت لك الرزق ده دلوقتي وإحنا في أشد الحاجة. فاتفقنا إن إحنا كل واحد يستخير يعني، خلنا استخرنا ربنا وبعدين طلعنا تاني بصينا في وش بعض كده، إيه الهبل اللي إحنا فيه ده؟ يعني إحنا بعد كل ده هتسيبنا وتمشي ونفترق ويعالم يعني الظروف هنا يبقى شكلها ايه وانت بعيد عننا؟ لانه دي كانت حاجه كنا ممكن نعملها من البدايه خالص، لكن الفكره كانت ان احنا لا هنهاجر كلنا وهنسيب الارض دي كلنا وهنتجه لارض ان شاء الله يكون لنا الخير فيها كاسره ونكون مع بعض، مش هنتشتت ونتقسم. بعض الاسر يمكن بيقدروا ان هم يعملوا كده، انه يبقوا مثلا الزوج بيشتغل في بلد تانية ويجي ما بين الحين والاخر، احنا ما نقدرش، انا ما اقدرش ان انا اعيش كده. سبحان الله يعني كانت فتنه، ولكن اخترنا ان احنا نرفضها ربنا يعني هيعوض علينا، والحمد لله احنا عايشين عوض الله وبركته وكرمه علينا والله العظيم كل طلعة شمس الحمد لله. طولت عليكم كالعادة ورغي فظيع ملوش نهاية، ولكن انا حسيت ان الحلقة دي مهمة ان هي تبقى برضو دردشة، وان انا ادخل في التفاصيل اللي انا شايفاها مهمة، والاسئلة اللي بتوجه لي على طول يعني سبحان الله نفسها تقريبا بتثبت لي النقط اللي انا اتكلمت فيها مهمة، خصوصا بالنسبة للناس اللي بتفكر تاخد نفس الخطوة. الأسر المحترمة دي أحب أن أنا أقول لهم المشوار مشواركوا أنتوا، أنا أقدر أن أنا أكون مصدر إلهام، والله عزة وأسرتها عملوا كذا ونجح معهم كذا، نجرب إحنا كمان، أو أن أنتوا تستفيدوا من أخطائنا إحنا وتختصروا عليكم أنتوا الطريق وتختصروا على نفسكم الوجع القلب ومشاكل مثلا من خلال تجاربنا إحنا اللي بنشاركها معاكم، لكن أنا مشواري عمره ما هيكون مشوار حد فيكم، ومشواركم مش مشواري، ظروف أولادي مش ظروف أولادكم، وظروف أولادكم مش ظروف أولادي، كل واحد وليه خطه. فأنا ما أقدرش أن أنا أكون سبب أن أنا أزق حد للأمام، أو زي ما بعض الناس بتتصل بي، يعني في اللي بيتصل بي في نص الليل ويزعل، ألاقي حد يصحيني من نص نومي ويقول أنت ما بتردش ليه وأنت مش عايزة الخير لغيرك. يعني إحنا كمان عايزين ناخد الخطوة دي، طيب يا جماعة الخير ما تاخدوها، اللي عايز ياخد الخطوة دي ياخدها، أنا ما أقدرش أن أنا أخد القرار بناء على يعني حياة أسر تانية، دي حياتكم أنتوا، دي خطوتكم أنتوا ومش أي خطوة. فأنا أقدر بس أن أنا أشارككم تجاربي أنا، الأخطاء اللي أنا وقعت فيها، وأن أنا أقدر أن أنا أقول لكم في الآخر كلمة اللي أنا هختم بيها دي، أنا كنت عارفاها قبل ما سافر، يمكن ما كنتش حاسة بيها بنفس الشكل زي لما بتولينا هنا في المغرب ومرينا بامتحانات كتير، لكن كنت عارفة أن هي هتعدي عليا، اللي هي الاختبارات والابتلاءات والتحديات، أنا كنت فاهمة ده، لكن كنت داخلة بنية يا قاتل يا مقتول، يعني بالنسبة لي كانت خلاص كأنه سايبة بلد ما عادش ليها وجود، وده احساسي دلوقتي كمان، يعني حتى لو يعني حصل ايه مستحيل ارجع افكر في البلد دي، بالنسبه لي خلاص انتهى شأنها، البلد دي مش موجوده، كانها اتشالت من الخريطه، فبفكر فيها ازاي، هحن لها ازاي، مش هينفع، ما هي مش موجوده. فده تعاملي انا مع هجرتنا، انه ايا كان اللي مستنينا هيكون هو الخير لينا، لاني عقلت الامور وزنتها، استخرت وتوكلت على الله، والحمد لله ما شفتش الا الخير لغايه دلوقتي، بالعكس يعني فعلا تحس كده ان انت في معيه الله، وتحس انه في حاجة يعني الدعوات على مستوى تاني والاستجابة على مستوى تاني، والقرب من الله سبحانه وتعالى حاجة تانية ما حسيتهاش قبل كده بنفس الطريقة اللي أنا حاسة أن أنا ضيفة عند الله سبحانه وتعالى. فمش قادرة أوصف لكم أكتر من كده، يعني فعلا فعلا مشوار مبارك، لكن أنتوا لازم تبقوا يعني الدافع يبقى من داخلكم أنتوا، ما يبقاش من أي حد خارج نفسكم، حتى لو قناتي أنا، حتى لو مشواري أنا. الصعوبات اللي مرت علينا خلال الرحلة اللي احنا ماشيينها دي لغاية اليوم ده خلتنا نقدر
قيمة الصبر والتحلي به بشكل ما كناش نعرفه قبل كده، وفي نفس الوقت الابتلاءات نفسها بينتج منها آفاق جديدة للتفكير ونظرة جديدة للحياة ونظرة جديدة لأمور مهمة في حياة الإنسان، وبتحفز على الأمل. يعني معاني ما كانتش موجودة في قاموسي أنا شخصيا، كنت فاكرة أن هي موجودة، لكن صراحة اكتشفتها على مستوى تاني من خلال الرحلة الجميلة دي. ربنا يا رب يتقبلها منا ويجزيكوا عنا الخير ويجزيكوا عني الخير على حسن استماعكم. بحبكم جدا جدا في الله، ونراكم إن شاء الله في الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.